بسم الله الرحمن الرحيم. بهذا الفيديو بدنا نمشي كمان ستيب في الاريز، وبدي اعلمكم هذا الفيديو كيف تقدروا تقرأوا values من اليوزر وتخزنوها باري، وبعدها تعملوا عليها اي عملية بدكم اياها، وفي الاخر تردوا تطبعوا هاي الاري كمان مرة لليوزر. تمام؟ فعشان نعمل هاي اعطيتكم مثال بسيط كثير، اني بدي برنامج يقرأ 5 values من اليوزر، تمام، وحطهم في اري. بعدها بدي يطبع الاري بعد ما يضيف لكل اندكس 2 في هاي الاري. تمام؟ فبتكون اري بيقراها من اليوزر. مثلا لو قرأ، تنعطي مثال، مثلا لو قرأ مثلا من اليوزر 1 5 2 7 -3، تمام، بتصير القيم كل واحدة بزيد لها 2، فبتصير هاي 3 وهاي بتصير 7، وبزيد كمان 2 بتصير 4، وال7 بزيد لها 2 بتصير 9، وهاي بتصير -1. تمام؟ فأنا هاي بقرأها من اليوزر، بعدين بضيف لكل واحدة 2، وبعدها برد بطبع على اليوزر هاي الأري. تمام؟ هذا اللي بدنا نسويه. فانتبهوا معي منيح، عشان إذا بتقدر تسوي هاي بتكونوا مشيتوا أول ستيب في طريق إنكم تفهموا الأريز بشكل سهل وبسيط، وما فيش في اي تعقيدات يعني. تمام؟ فاول شيء بدنا نعرف الاري زي ما حكيت لكم المره اللي فاتت. كيف تعرف الاري؟ بنحط انتجر اسم الاري زي ما بدكم، سموها مثلا اكس، وبنحط الحجم تاع الاري. انا بدي 5 فاليوز، فبحط حجمها 5. تمام؟ في داعي اعطيها انيشال فاليو؟ ما في داعي. لو كان في داعي كان حكى لي، بس ما ان انا بدي اعبي كل الفاليوز فما في داعي. لو بدي اعطيها انيشال فاليو بنحط هيك زي ما علمتكم، وبنحط هون مثلا بدي initial value 1 2 مثلا اللي بدي اياه. تمام؟ او اذا بدي كلها اصفار بس بحط هيك. تمام؟ طيب، فبعدها بدي عشان اقدر اقرا 5 مرات من اليوزر، اما بحط scan if هيك scan if، وبعدين تحت scan if scan if scan if 5 مرات. وهذا الشيء مش منيح، لانه لو صارت الاري 5000 بنبطل قادرين نرد نكتب 5000 سطر سكان اف. تمام؟ عشان هيك بدي احط سكان اف جوا لوب بحيث انه يصير القراءه بشكل اوتوماتيكي. هلا بفرجيكم كيف. انتجر اي عشان اللوب، بعدها بحكي فور من اي بتساوي 0 لاي اقل من حجم الاري، اقل من 5. تمام؟ فهي من 0 ل 4 بتلف، اللي هي حجم هاي الاري. تمام؟ وبعدين اي بلس بلس، كل مرة بدي احكي لليوزر اعطيني رقم واقرأ هذا الرقم واخزنه في اندكس مناسب له. تمام؟ فاول اشي بدي احكي له اعطيني هذا الرقم، هاي سهلة، انتر نمبر with index مثلا percentage d، اعطيني الرقم اللي الاندكس تاعه i، لانه i بتعبر عن الاندكس. في هالحالة تبلش من 0 بتخلص في 4، وبدي احط هون سلاش n عشان تصير السطر اللي تحته. تمام؟ هلا بنحط سكان، هاي اللي بدي تنتبهوا فيها لانه هاي شيء جديد. بحط بيرسنتج دي، انا بدي اقرا انتجر، بتقدروا طبعا تقراوا فلوت، دبل، كاركتر، اي شيء بدكم اياه، بس هذا مجرد اكزامبل. بدي اقرا انتجر انا، وين بدي اخزنه؟ بنحط الادرس، بنحط على اكس الاري اللي عندي، وعلى اي اندكس بدي اخزنه. انا بدي اخزنه على اندكس الاي، لانه ببلش من 0 بخلص في 4. فهيك بقرأ انتجر وبخزنه على اكس ال اي. تمام؟ ولازم احط هاي الادرس اكس ال اي، وكأنه متغير يعني، تخيلوا ان مثلا لازم نحط سكان اف بيرسنتج دي لان، بس بدل ان هان اكس ال اي. تمام؟ فهيك اللوب تمشي 4 مرات، كل مره بتقول له اعطيني الرقم اللي الاندكس تاعه اي، بدخل اليوزر بتخزن في اكس ال اي، بتخزن في هاي الاري باندكس رقم i. فاول شيء باندكس رقم 0، بعدين 1، بعدين 2، وهيك لحد ما نوصل 4. تمام؟ فبعد هاي بنكون كل الارقام تم قراءتهم بطريقه صحيحه. الستيب اللي بعدها بدي اضيف لكل واحد، لكل فاليو جوا هاي الاري 2. تمام؟ فدائما دائما ما تنسوا انه اذا بدي اتعامل مع الفاليوز تاعون الاري، سواء اقراهم سواء اطبعهم اضيف عليهم اشي، اتعامل معهم باي طريقة، بلزمني فور لوب. تمام؟ فبدي انسخ هاي فور لوب، واجي بس احكي له انه لف على كل العناصر، كل عنصر اكس الاي، العنصر رقم اي بيساوي اكس الاي بلس 2. تمام؟ فهيك ضفت 2
لكل عنصر بداية من اندكس 0 نهاية باندكس 4، تمام؟ ولو بدي اطبع شو لازم برضو؟ نفس الطريقة، اني لازم اسوي فور لوب من 0 لنهاية الاري واحكي له هيك مثلا percent in slash in slash in the array after addition is مثلا هيك array of مثلا هيك array of percentage دي. هلا فرق ممكن بعمل الاري اوف ان بيرسنتج دي، هون بدي احط الاندكس فبحط اي، وفي الاخر بدي احط الفاليو فبحط الاكس للاي، تمام؟ هيك يعني مجرد جمله طباعه بس برتب فيها، ولا بس بتقدروا تطبعوا بس اكس الاي وخلص يعني. بس هلا بفرجيكم كيف بيطلع الطباعه انه اكس الاي بتساوي كذا. هيك بدي احط وبدي اخليها هاي اكس، اوكي. هيك طيب خلينا نسوي رن نتاكد. طيب بحكي لي اعطيني اول فاليو بالاندكس 0 مثلا، اعطيته 2، اندكس 1 اعطيته 3، 8، 7 ماينس 3 مثلا. هاي شوفوا صار اندكس 0 اللي كان 2 صار 4، اندكس 1 صار 5، اندكس 2 صار 10، وهي 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 كل شيء صحيح. فشوفوا كيف جمله الطباعه حطيتها اكس، هاي طبع اكس بين اقواس، حطيت بيرسنتج دي اللي هي بتعبر عن اي اللي هي بتلف من 0 ل 4، فاكس 0 اول مره طبعت لي هاي 0 لانها بتعبر عن اي، وبيرسنتج دي هاي بتعبر عن اكس الاي اللي هي الرقم اللي مخزن في اندكس 0، فهو الرقم المخزن 4 لانه اليوزر اعطاني اياه 2 وانا جمعت له كمان 2، تمام؟ فهيك علمتكم كيف تقراوا اري من اليوزر، كيف تعملوا عليها اوبريشن بسيطه كانت جمع 2، وكيف تردوا ترجعوا تطبعوا هاي الاري من جديد بطريقة حلوة كمان، ويعني سهل انه الحدا يقرأها من بعدكم، تمام؟ فهاي مقدمة كثير مهمة انكم تكونوا عارفينها باستخدام ال One Dimensional Array. هيك بتصيروا قادرين انكم تمشوا على كل عناصر الاري بكل سهولة، تمام؟ نشوفكم ان شاء الله في المرات الجاية، ان شاء الله كان فيديو مفيد بالنسبة لكم، يعطيكم العافية.